السيدة الوزيرة، بغيناكم توقفوا بنفسكم على المعاناة اليومية الحقيقية ديال ساكنة مجموعة من الجماعات القروية بإقليم تازة، إما بسبب الندرة أو انعدام المياه سواء السطحية أو الجوفية. الجماعات سيناس، البرارحة، كاف الغارب، نفتح، واللائحة طويلة، الطرايبة، الجوزات إلى غير ذلك. نتمنوا باش تدير واحد زيارة للإقليم وتوقفوا على هذه الأمور بنفسكم السيدة الوزيرة، وشكرا. شكرا.